نروح بقى للعالمي. نسأل طبعا، طيب ده نسأله طبعا في القصة دي. كابتن جمال مساء الخير محمد، ازاي حضرتك؟ هاتي ليك، هاتي للأستاذ خالد، منورين. ده نورك يا كابتن. بشكرك بشكرك ودايما زي ما كنت عالمي، ودايما زي ما التاريخ بيستر انه انت كنت عالمي في كاس العالم وفي محافل عالميه كبيره وشرفت اسم مصر. النهارده بنقول ان هو انجاز كبير، انجاز كبير النهارده انت كنت احد افراد هذه المنظومه ان احنا نبتدي هذا تجربه الفار وتقنيه الفار في مصر. بس عشان حول هذا الموضوع هسيبك تعلق حول هذا وهذا اليوم التاريخي ومباراه انبي والجيش، محتاجين نعرف شويه حاجات منها. كل قرارات تخضع لتقنية الفار ولا الحاجات الحاسمة بس؟ لا طبعا، هو اللي يخضع لتدخل الفار هو أربع حاجات فقط، وهي الأهداف، مدى صحة الأهداف. تمام. يعني لو في هدف اتسجل، تمام، بنتأكد إن الهدف صحيح ولا لا. تمام. سبقوا مثلا تسلل، سبقوا مخالفة، فاول على المهاجم، سبقوا لمسة يد، ده الفار بيتدخل. تمام. الشيء الثاني ركلات الجزاء. ركلات الجزاء اللي طيب. محتسبه بيتم التاكد منها انها تم احتسابها بشكل صحيح، او لو في ركله جزاء لم تحتسب. تمام. الحكم ما حسبهاش، ما شافهاش، حكم الفار بيتحكم. تمام. الشيء الثالث وهو ما يتعلق بالطرد المباشر. تمام. يعني لاعب يستحق الطرد والحكم ما طردوش. هنا الفار بيتدخل وينبه الحكم ان في لاعب يستحق الطرد. أو العكس، إذا الحكم طرد لاعب لا يستحق الطرد، هنا الفار بيتدخل لتصحيح قرار الحكم. تمام. الشيء الرابع وآخر حاجة وهي هوية اللاعبين، بمعنى إنه لاعب حصل على كارت سواء أصفر أو أحمر. صحيح. وهو اللاعب ده بالخطأ، يعني مش هو ده، يعني مثلا صحيح اختلط الأمر على الحكم فدى رقم 6 بدل 16، الفار هنا يتدخل ويصحح هذا الخطأ، ولكن هي دي الأربع حاجات الأساسية. تمام. لكن هناك أمور مهمة جدا، زي مثلا ما حصل في مباراة النهارده. بنيجي مثلا في الركلات الثابتة. أنت عارف الركلات الثابتة بيحصل فيها شد وجذب بين اللاعبين. صحيح صحيح. الحكم بينبه على اللاعبين وبيبلغهم إنه كل تصرفاتكم مراقبة بالفار. فلو حد شد حد ولا مسك حد ولا دق حد أثناء لعب الركلة الثابتة، هنا الفار هيتدخل وهتتعاقب. فبيحصل إيه؟ بيحصل ده اسمه تحكيم وقائي. صحيح. بيحصل زي ماتش النهارده لو خدت بالك، معرفش خدت بالك ولا لا. معلش كنا على الهواء. الركلات الثابته الركنيات اللي في مباراه صلاح الجيش وامتي. صحيح. مفيش ولا لاعب عمل مخالفه. ليه؟ لانه خايف لو عمل مخالفه الفار هيتدخل وهنا الحكم هيعاقب اللاعب من الفيديو. تمام. فبالتالي في امور وقائيه. طول الوقت حكم الفار جوه بيتابع المباراه من خلال الشاشات اللي موجوده معاه في غرفه الفار. تمام. وبالتالي هنا مش لازم، يعني مثلا احنا لما حصل النهارده الناس مثلا ممكن يقول لك ده ما كانش في حالات فار النهارده، حكم ما وقفش اللعب وراح شاف، ما فيش حاجه تستدعي. احنا طول الوقت شايفين هناك تنبيه على اللاعبين من الحكم، وهناك متابعه من حكم الفار داخل غرفه الفار لما يحدث على ارضيه الملعب، وبالتالي هتلاقي هنا الاخطاء في مباراه النهارده كانت معدومه التأمين. طيب عندي بقى استفسارين كمان. اولا التسلل في الدوري الانجليزي مثلا بيحسبوا بالسنتيمتر، يعني اكيد انا عارف انت بتابع كل الكره العالميه في ماتش تشيلسي قبل الاخير. طبعا. ببوز الجزمه ده ما بيحصلش في الدوري الاسباني ولا الدوري المصري، وطبقا للحالات اللي سيادتك قلتها التسلل مش داخل. لا، هو التسلل بيدخل لما ينتج عنه هدف. يعني انا مش بقيم حالات التسلل. صحيح. لا، انا بقيم صحه الاهداف. لو جه هدف من تسلل هنا بنراجع على التسلل. عايز اشرح لك نقطه التسلل دي ببساطه. يا ريت. احنا عندنا اخر يعني احدث فيرجن موجود من الفار اللي هو بنطبق فيه خط التسلل. تمام. خط التسلل كمان مش خط التسلل اللي هو المنفرد. لا، احنا بنطبق ال 3D اللي هو بنسميه تريانجل. النظام ده بيعمل مقارنه بين اخر جزء من المهاجم حتى لو كان في الهواء واخر جزء من المدافع. تمام. وبالتالي بنعمل هنا مسقط راسي من الجزء اللي في الهواء اللي فوق عشان يشوف هو اللي سابق ولا اللي على الارض هو اللي سابق. طب لو الايد طرف الايد او طرف الجزمه او طرف لا تؤخذ في الاعتبار. الايد لا تؤخذ في الاعتبار.
انما الحذاء، والحذاء جزء من القدم. صحيح. وبالتالي لغايه الكتف. الايدين ما بيخشش في الحسابات. ده النظام اللي موجود عندنا في مصر. صحيح. وده احدث حاجه. مش عايز اسبق الاحداث، لكن خلينا في شهر 6 اللي جاي هكلمك عن ممكن يكون في تعديل في التسلل. بيتم اليومين دول الاي فاب بيدرسوا ان هو من الممكن، من الممكن بس مش دلوقتي، من الممكن في التطبيق اللي جاي ان هم يستبعدوا موضوع الاجزاء اللي في الهواء ويعتمدوا على الاجزاء اللي على الارض بس. ده التطوير الجديد اللي ممكن يحصل في شهر 6. ليه بقى؟ لانه لقوا ان في تسللات بتتحسب ب 60 سنتيمتر، امور كده صراحه. صحيح. يعني في كرة القدم أصبحت بتاخد يعني من متعة الكورة وبتاخد من متعة الأهداف وبتضيع مجهود لاعبين. طيب آخر حاجة بقى بالنسبة لي، إن إحنا لسه هتناقش أنا وأنت والأستاذ خالد، السماعات. إحنا يعني ما هو برضو ما ينفعش أجيب أحدث حاجة في تقنية الفار وهو لسه بيستخدم سماعة موبايل. لا لا لا، ما فيش سماعة موبايل. أنا هقول لك حاجة بس. قول. الجهاز اللي إحنا بنشتغل بيه دلوقتي مش هو مبدئيا يعني في أجهزة، أحدث أجهزة بسبع سماعات دي اللي هنستخدمها إن شاء الله، ودي متعاقدين مع الشركة وفي الطريق. لكن خلي بالك اللي إحنا بنستخدمه دلوقتي هو اللي بيستخدم في كل مكان في العالم. تمام. اللي هو بدون الفار. اللي هي بتستخدم في المباراة الإفريقية والمباراة الدولية. تمام. دي أجهزة اتصالات عالية المستوى بتوصل لخمسة خمس أفراد. الكواليتي واحد، لكن هي الفكرة إن أنت بتستخدم بعد كده أحدث حاجة اللي هي السبعة. تمام. لأن السبعة دول بيبقى فيه أوبزرفر ممكن يبقى موجود معاه سماعة، وبيبقى موجود الست حكام. طيب. يعني الستة ومعاهم الأوبزرفر كمان يبقوا سبعة. طيب. يعني يقدر يسمع ويقدر يتابع كل هذه الامور. هروح معاك للامور الاداريه بس استاذ خالد عايز مداخله، وهرجع اكمل معاك في السؤال الاخير. استاذ خالد، انا بس حابب اشيد بالتجربه وبالعمل، خاصه بعمل حضرتك، والعمل ده يتواكب مع دايما مع اخبار دايما بتتردد ان حضرتك مش مكمل في اللجنه، ودايما الكلام ده بيتقال في الاعلام. فان في ظل الكلام ده ويحصل تطبيق الفار، فانا بشيد بالتجربه في الاول يا كابتن جمال. والله يا استاذ خالد ربنا يخليك، انا بشكرك. فكره مكمل او مش مكمل دي خلي بالك، يعني انا بتعامل بكل وضوح في اي اتفاقيات اتعملت واي امور بتجرى كلها بوضوح النور، مفيش حاجه بتتعمل في الخفاء. اهلا وسهلا باي حد. على فكره شغل التحكيم في مصر محتاج يعني هو مسؤوليه كبيره طبعا، ومحتاج الناس تشتغل فيه، هتتعب جدا وهتبذل مجهود كبير. مصر بلدنا بالكفاءات، احنا الموضوع مش شاغل بالي ابدا نهائيا، لان مفيش حد بيستمر في مكانه على طول. يعني صحيح. غالبا يعني انت عارف لجان الحكام في مصر بتتغير زي المدربين زي طبعا مفيش مشكله بالنسبه لهذه النقطه. طب لكن انا بقول لك، عايز اقول لك انه هذه الامور كلها امور مواقع، متداولات في المواقع وفي طبعا وفي بعض وسائل الاعلام فقط، لكن ليس لها علاقه بالحقيقه. تمام. طب الجزئيه الثانيه اللي عايز اسال عليها، هل واحنا بعد ما نطبق خلاص الفار وطبقناه، هل كان في جانب تثقيفي للفرق او للعيبه عشان ما تحصلش اي مشاكل، تحصل تلاقي ان كل واحد بيطالب بتطبيق الفار، هل في حاجه من النوع ده، او في حاجه في المستقبل هيتم تطبيقها من النوع ده؟ لا، خد بقى عندك لانه ده مهم. كويس انك سالتني السؤال ده. من ضمن شروط تطبيق الفار انه يتم عمل محاضرات للانديه، اجهزه فنيه ولاعبين. تمام. النهارده اول مباراه اتعملت بتقنيه الفار. تمام. اول امبارح انا زرت نادي طلائع الجيش ونادي ام بي، وعملت لهم حضرات او محاضره الفار دي للتعريف بيه، عشان الناس تعرف وهي بتلعب النهارده اسلوبها هيتغير، فلسفتها هتتغير، حتى يمكن طرق اللعب ممكن تتغير على فكره. صح. ليه؟ لان مثلا انا يعني همشي معاك شويه في انه في بعض الخطط بتبقى مبنيه على مهارات لاعبين. تمام. وحصول مثلا على اخطاء في القرب من منطقه الجزاء، مضربات ثابته وغيره، يعني مضربات ثابته دي خطط احيانا بتتبني على كده. صحيح. النهارده ممكن بتقنيه الفار تساعد على ان المدرب يهتم بهذه الحصه التدريبيه. صحيح. صح. ممكن تخليه يغير فكره. صحيح. لو ما فيش فار ممكن يلجا لامور ثانيه. صحيح. فبالتالي من ضمن شروط تطبيق الفار
هي انه يتم عمل محاضرات للانديه. تمام. للانديه. تمام. دي اجباري على فكره، مش يعني مش موضوع اختياري. يعني انت لازم تعمل ده زي ما انت بتجيب موافقه وتحصل على موافقه تطبيقه، وزي ما بتجيب موافقه على الاستادات لما بتعمل تكنولوجي تيست في الاستادات. لو استاد ما اتعملوش التكنولوجي تيست ونجح ما ينفعش يتجاب عليه. زي ما الحكم صحيح اللي بيحكم الفار اذا ما حصلش على الرخصه، ما هو ده اللي هاخدك فيه بقى يا كابتن جمال. ودي الفار 54 حكم، اولا هل هو عدد كافي؟ 11 ملعب تم اعتمادهم وخمسه هتبتدي بيهم، واربع حكام في كل مباراه. دي الحاجات الاداريه. ومعلش انا طولت عليك عشان دي حاجه تثقيفيه، ده تليفون تثقيفي بعمله انا والاستاذ خالد ليك عشان نوصل انه الناس تعرف من خلالنا ايه واجباتها وايه حقوقها وايه اللي عليها. 54 حكم، 11 ملعب، خمس ملاعب هتبتدي بيهم، اربع حكام لازم يكون معاهم الرخصه، الحكم والحكم الرابع، حكم الساحه وحكم الرابع، والحكم تقنيه الفيديو، والحكم المساعد. مظبوطه المعلومات دي؟ ولو هصحح لك بعض الامور. تمام. الحكم الساحه هو في ثلاث رخص بس للبار. تمام. رخصه لحكم الساحه اللي هو بيصفر. تمام. اللي في الملعب. ورخصه لحكم الفار. تمام. ورخصه لحكم الفار المساعد فقط. ثلاث لا الحكم الرابع محتاج رخصه. تمام. ولا الحكام المساعدين محتاجين رخصه. تمام. تمام؟ دي بس تصحيح للحته بتاعت. تمام. فانت عندك، انت عندك حكم ساحه، حكم صفاره يحتاج الى رخصه حكم صفاره. حكم الفار الاساسي اللي هو بيبقى في الغرفه او في الفان زي ما احنا هنستخدم العربيات الفان. ومعاه مساعد بنسميه اي بي اي ار، يعني اسيستر فار. تمام. دول ليهم واجبات، كل واحد ليه واجبات مختلفه عن الثاني. العدد كافي. المساعدين اللي على الارض، الحكام المساعدين اللي على ارضيه الملعب. كل اللي بيتمرنوا عليه عشان يشتغلوا بالفار انه في حالات الهجمات اللي من الممكن تسفر عن هدف ويكون فيها تسلل بسيط بيأخر الرايه. تمام. لغايه لما تنتهي الهجمه، اذا انتهت بهدف يبتدي ايه يبلغ الحكم انه انا كان عندي شك في التسلل ويتم التشكيك على الحاله من خلال الفار. تمام. فقط لا غير. لكن هو مش محتاج رخصه، اي حد حكم مساعد يتدرب بس على التاخير ده. تمام. يصلح لاداره مباريات الفار. هل لو تعطلت تقنيه الفيديو يتم الغاء المباراه؟ لا نهائيا. الاساس في المباريات هو الحكام في ارضيه الملعب. تمام. تقنيه الفار معموله عشان تساعد الحكم. تمام. وبالتالي اذا تعطل الفار يبلغ الحكم الفريقين ان احنا الوقت المتبقي ده ما فيهوش فار. تمام. وتتم المباراه بالشكل العادي، حتى لو في كاس العالم مش في الدوري المصري، لو في كاس العالم نهائي كاس العالم تعطل الفار صح، ودوري ابطال افريقيا. طب لماذا الدوري فقط ولماذا كاس مصر والسوبر وكل البطولات الثانيه لا؟ محدش قال كده. هو دلوقتي انت حصلت على رخصة تطبيق الفار في الايجيبشن بريمير ليج. تمام. الرخصة في الدوري المصري. تمام. لكن طالما حضرتك عندك الامكانيات، عندك الحكام اللي حاصلين على الرخصة، عندك الملاعب اللي فيها رخصة الفار، فمن حقك تطلب لأي مسابقة تانية. مجرد انك تطلب لأي مسابقة اعتقد الموافقة هتيجي بسرعة. اشكرك. أشكرك الإعلامي كابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المصرية على كل هذه التوضيحات، وطولنا معاه عشان خاطر دي معلومات مهمة قيمة للمرة الأولى بتتقال.